انا مش عارف اقدمه اقول ايه. وفيصل يمكن خلص الكلام كله، لكنه اقدر اقول لك بحبه جدا، جدع جدا، متدين، محترم، صبور، موهوب، كل حاجه موجوده، كوكتيل الصبر وكوكتيل النجاح وكوكتيل الصعوبات وكل حاجه موجوده الحقيقه فيه. انا ما بحبش اقول المقدمه مكتوبه، مش من عادتي، خاصه لما بكون بتكلم على شخص. لكن هو شخص رايح في حته تانيه خالص، في ادبه، في اخلاقه، في تمرينه، في التزامه، في انضباطه، في جدعنته، في تعامله مع زملائه. يعني انا ابدا قبل ما ابدا الحوار فمايل عليا كده والتقرير بتقال، قال لي كابتن، قلت له نعم، قال لي عايز اتكلم على عمرو قلاوه. قلت له طب نحكي شويه. قال لي لا معلش، عايز ابدا بعمرو قلاوه في الاول. يعني خليني ارحب باللي منورني ومشرفني، النجم الجوكر كريم فؤاد. مساء الفل يا كيم. مساء الفل يا كابتن، انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك، ويعني ليا الشرف، وبشكر استاذ فيصل على التقرير الجميل ده، ويعني عودا حميدا، ومبروك البرنامج، وان شاء الله يكون بدايه خير ليك. عودا حميدا بقى هنقولها لك امتى ان شاء الله؟ يعني 6 7 شهور كده يعني. لسه شويه. واخدها برضا خالص يا كريم. الحمد لله. مصطفى شوبير قال لي ساعه ما اتصبت يعني، فقلت له انا عايز اكلم كريم وقلقان وخايف. قال لي لا 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 كلمه. قلت له ايه؟ قال لي هتلاقيه في حاله رضا، في حاله صلح مع النفس، وعارف انه ده حاجه جايه من عند ربنا وجايه في التوقيت ده، وربنا منع عنه حاجه اصعب. احكي لي ازاي بتتعامل مع المواقف دي يعني. والله هو يعني بصراحه اول يوم بعد الاصابه كان بالنسبه لي كان يوم صعب جدا. صعب. اول يوم بالذات في الملعب حسيتها رباط صليبي. يعني انا اول ما وقعت اصلا الوجع مش وجع طبيعي. الاصابه قد ما هو وجع جواك. يعني نفسيا انت حاسس انه في حاجه كبيره. حتى وانا خارج، انا مش خارج بتألم، بس انا خارج اصلا بفكر بس، هي ولا مش هي، رباط ولا مش رباط، طب انت مجرب تاني. يا عيني. بعدين بقى يعني بيجي لك افكار كده، يعني صوت الشيطان مش صوتك انت، ان انت هشوف هيفوتك قد ايه، هتخسر قد ايه، فاتك منتخب، فاتك بطولات كتيره، فاتك موسم انت بتحضر له بشكل كبير جدا. كل ده كان صوت شيطان جوايا، كنت سامعه طول الوقت. اول يوم بس، اول يوم بس نمت وصحيت كل ده متبخر يعني. سبحان الله. بس بدات اسمع صوت بقى نفسي تاني، انه صوت لا، نفسك قال لك ايه؟ الصوت نفسي قال لي انه ده خير ليك، وربنا يعني قدر لك حاجه انت قادر عليها، وقدر لك حاجه انت تقدر تستحملها. الله. ما تعرفش ممكن كان ربنا ابتلاك بحاجة أصعب من كده، هتتعامل معاها إزاي، هتعيشها إزاي. وكده كده إحنا يعني عايشين عشان نبتلى، سواء في يعني حاجة يعني عجبانة أو مش عجبانة، إحنا كده كده هنبتلى يعني. فيا بخت الاختبار بيجيله على قد إيده يعني. ده الجمال ده، ربنا يخليك. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. لسه بتكتب كل حاجة؟ لسه بكتب كل حاجة. كتبت إيه بعد الإصابة؟ كتبت البوست اللي نزلته، كتبته يومها بالليل قبل ما أنام. فكرني بيه. كتبت انه كل خساره دون الجنه فهو دون. وكتبت انه نفس الكلام اللي قلته، انه الابتلاء بيجي لك في الحاجه اللي انت بتحبها. الابتلاء هيجي لك في حاجه انت نفسك فيها قوي، حاجه انت شغوف بيها. وهو ده الاختبار الحقيقي. انت لو هيجي لك الابتلاء في حاجه انت ما بتحبهاش، ما انت كده ما اختبرتش في حاجه، ما انت ما بتحبهاش كده كده، هبتليك بيها فين الابتلاء؟ فالابتلاء بيجي لك في الحاجه اللي انت اصلا بتحبها، والحاجه اللي انت نفسك فيها، واللي نفسك تحققها، فهختبرك فيها. هشوف بقى انت هتعمل ايه، هشوف هتتصرف ازاي، تشكر ربنا ولا تبقى يعني مش عاجبك ولا. فهو ده الاختبار يعني. في الازمات بيبان الرجال والاصحاب. صح؟ احكي لي. لا انا بصراحه من وقت ما اتعورت وكل الناس كانت جنبي، وكانت ناس يعني كتير كلمتني، سواء اعرفهم وما اعرفهمش، قريبين او مش قريبين، ناس كتير كلمتني، وانا بصراحه دي حاجه بقدرها يعني، وبشيلها للناس يعني. المكالمه اللي جات لك ما كنتش متوقعها؟ لا ما فيش مكالمه جات لي يعني. مثلا ممكن ناس مثلا يعني مثلا كباتن كبار كلموني، ما كنتش متوقع ان هم يعني. من النادي ولا بره النادي؟ من النادي ومن بره النادي. مين اهمهم؟ طبعا كابتن ابو تريكه كلمني، بعت لي رساله على ابو الانستجرام. تريكه. قال لي الف سلام عليك وكده.
وانا رديت عليه قلت له يعني دي اول خطوه في العلاج، يعني الله، انه ان انت تكلمني يعني دي اول حاجه. مره يكلمك لا كلمني قبل كده في الاصابه الاولى برضه، هو كل اصابه. مش عارف حظي كده ماشي حلو، كل اصابه. ماشي فهو بعت لي في الاصابه الاولى برضه، قابلته في قطر لما كنا هناك. تتعالج. هو دايما بقى حريص بيقابل الناس كلها هناك. فكانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي ان كابتن محمد ابو تريكه يكلمني، كانت حاجه كبيره. وفي ناس كتير بره النادي وجوه النادي، يعني ناس كتير كلمتني. يعني مكالمة كنت مستنيها وما جاتش؟ ما اقدرش اقول انه كنت يعني انه كنت مستني او كنت بفكر ان انا يعني حد يكون بعينه يكون يكلمني وهو ما كلمنيش، ما بحسبهاش كده، او مش مهتم بيها اصلا. ايوه. يعني مش فارق معايا مين كلمني او ما كلمنيش، ما هو ممكن كان عايز يكلمني حصل له ظرف عادي، ما ممكن حصل له اي حاجه كان مشغول في حياته عادي، مش شرط يكون كلمني عشان اعرف هو بيحبني او لا او بيعزني او لا.